جوبا عاصمة جنوب السودان بعد أحداث ديسمبر. المدينة الوادعة تستعيد الآن بعضا من أمنها. هدوء أعاد النشاط للأسواق والأعمال رغم الكثير من المظاهر العسكرية في شوارع المدينة. كبار الأحداث الساعة 8 الساعة 9 زول يكون برا البيت، لكن حسي إنه الناس بقت تخاف، لازم الزول الساعة 4 الساعة 5 تكون جوا البيت. أنا ما بكون نايم ما بكون مرتاح إلا وطاي أصبح الصباح، بعد ما الصباح تجي أتأكد بأنه الصباح جات، ده الزمن أنا بقول فيه الحمد لله. مرات كان في ذخيرة، تسمع ذخيرة باتجاه الفلاني، تسمع ذخيرة باتجاه الفلاني، يا أخواننا في شنو تاني. تركت الحرب مظاهر مغايرة عند الكثير من العائلات نزوحا وتشريدا، وفي المجتمع شروخا يحاول الجنوبيون ترميمها بمبادرات لا تزال في بداياتها. الأحزاب، المجتمع المدني، الحزب الحاكم أن يتحركوا تحركا سريعا وعاجلا نحو عملية السلام لإعادة الثقة في النفوس بعد الشرق الذي حدث. احتضنت جوبا على الدوام كل القبائل ويحتفى بها بوصفها بوتقة تعايش ووحدة، خاصية تحاول عاصمة جنوب السودان الحفاظ عليها رغم الحرب واختلافات الساسة. كان ديسمبر الماضي الشهر الأصعب بالنسبة لساكني جوبا، ضربت أحداثه نسيج المجتمع، لكن المدينة تنهض الآن بإصرار لتعيد طمأنينة فقدها الكثير من السكان إبان الأحداث. لام جون كوي، سكاي نيوز عربية، جوبا.